وانا يعني لحد هسه عندي واحد عرف اللي خابرني قال لي انت فلان بالفلان طالع اسمك وداقينه باوراق. زين نقدم على شنو؟ على المرور العامه. المرور وطلع العامة. اسمي دقوه باوراق احنا 300 واحد بالمرور العامه اللي ملعب الشعب. زين فرحيت كملت اجراءات انطيت مستمسكاتي وثيقه على حسب الوصول. طيب. فحصيت يوميه باكر يوميه باكر واسبوع اسبوعين ثلاثه والله رحنا واحد والله هناك قال لي يابا لا تتعبوا نفسكم. هذا شو وقت الحكي بزمن الاسدي. انت قطيت السنه اترك لي موضوع الاسماء. نعم كمل. اي يعني احنا قالوا لنا اخوي بعد لا تتعب روحك بدلوكم انتم 300 واحد وانا عد العرف يعني الموجود هناك وقال لي تعال هذا اسمك موجود بس انا يعني وقتها ما طقيت له صوره ولا هاي. انا هسه بعد نهايه هذه السنه راح اقبض 30 تعيين الثاني على وزاره الداخليه على من الوزاره. زين بالتسعه بالليل انا هناك بالقران فحصت عندي الورقه الوثيقه مالتي وقعت الصوره مالتها اللي بيها ختم قال لي والله تعالي باكر. رحت لباكر يعني باو علاك وفحص لها هاي يعني انا بالتسعه بالليل بالقران نازع ملابسي وفحص احنا سره. فرحت ما حد يعني ما حد يشكيني وانا التقي يعني بس والله العظيم ناشد وزير الداخليه عبد الامير الشمري لان هو مثل ابونا مثل اخونا الكبير وانا دا اشوفه يعني يتعاطف ويا الناس يسهل امورهم وانا صاحب عائله عندي اثنين جهال العيشه صعبه والله العظيم. بلكت الله من هاي القناه يسمع صوتنا اكيد راح يسمع صوتك ان شاء الله والله العظيم ان شاء الله هو مثل ابونا مثل اخونا الله يحفظه بجاه الحسين والله كريم احنا ذابينها على الله وش نسوي هاي يعني الا عرف الا واسطه يلا بالقران تعبنا. سيد عبد الامير الشمره جاي يشوف انا جاي يقول بدون واسطه انا ابوكم انا اخوكم اتمنى انه يسمع صوتنا يعني راح يوصل صوتك الله يبارك فيك الله يبارك فيك والله صاحب عاله يعني انا بالقران يعني الوضعيه تعبانه يعني شو اسوي وين اروح وعمره انا بعد يعني هاي نهايه هاي السنه يعني بعد انا هسه مقدم على حرس الحدود قدمت على حرس الحدود بشهر الواحد هسه كلها جاي تطلع وكله يا التحاشي يقول لك عدوا واسطه يعني احنا بس واسطتنا رب العالمين وسيد عبد الامير الشمره والله العظيم وانا مقدم وعدي عدي الاستماره ورقم استماره عدي الاستماره ورقم الطلب بلكت الله يباوع عني. موجود عندك بالتليفون ماخذ صور؟ اي اي عندي الاستماره تليفونك موجود يعني انا اذا هاي انطيكم رقمي اي اي اكتب لي رقم تليفونك وخذ رقم تليفوني موجود استمارتي خذ رقم تليفوني من عمر ودز لي هذه الاستماره مالتك. يا ريت والله ماشي اقول لك ممنون حاضر احنا البيدنا ما نقصر بيه لا ان شاء الله سيسمع صوتي السيد والله عبد الامير شمر المحترم والله العظيم. بنفس الوقت احنا نريد انه ندز له المستمسكات ندز له الثبوتيات انه انت مقدم على حرس الحدود عن طريق انه الالكتروني بالضبط وعندك استماره خذ رقمي من عمر ودز ليها على الواتساب اقول لك ممنون حبيبي بنفس الوقت خلي لي رقم ممنون الله يبارك فيك.